السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما بدأت أنزل بعد الزواج كنت بحاول إن أنا أنزل في الأماكن، أو لما أجي أشتري من سوبر ماركت أو صيدلية أو أي حاجة من دي، كنت بدور على الأماكن اللي أقدر أرتاح فيها نفسيا أو أقدر أتعامل مع البايع سواء بنت أو حد كبير، يعني أعرف يكون في لغة حوار، يعني ما يكونش حد أجش كده وحد ناشف في معاملاته، بحيث إن أنا يعني اعرف اتكلم على الاقل. يعني انا كبابا انا مش رايحه اشحت ولا رايحه مثلا ان انا ارمي بلايا، انا رايحه اشتري. فطبيعي ان انت لما تروح تشتري حاجه تروح على الاماكن اللي ترتاح فيها نفسيا. فكنت اول الجواز رحت شفت، كنت عايزه اشتري حاجه من صيدليه، مش عايزه اقول لكم الاذى النفسي اللي شفته اول ما دخلت الصيدليه دي. كان فيها دكتور تقريبا راجل، الراجل ده كان كبير، يعني كبير في السن مش صغير، بس لو جيت سألته على حاجة تقريبا مش بيرد عليك، تقريبا التكشيرة استغفر الله يعني واخدة حيز كبير قوي من ملامح وشه ومن طريقة كلامه ومن نبرة صوته، ايه ده صوته حتى مكشر، كل حاجة وحشة يعني استغفر الله العظيم. فبدأت أتجنب أروح الصيدلية دي خالص. ففترة كده بتكلم مع ميسرة بحكي له، فقال لي ايه ده تصدقي ده نفس الشخص والصيدليه وصفها لي. فقلت له ايوه هي نفس المكان اللي بروحه. قال لي لا احنا ما نروحش هناك تاني، يعني احنا مش عايزين اذى نفسي، خلاص مش هنروح هناك تاني، لو اخر صيدليه يعني. فقدرا من يومين كده او امبارح تقريبا رايحه، كنت معديه من قدامها، فببص كده لقيت في بنتين قاعدين، فقلت ياه يا فرج الله ده في بنات بقى، وانا عايزه اشتري ادويه وعايزه اشتري حاجات. فقلت طب خلاص بقى ادخل ادام الراجل مش موجود الدكتور ده، هدخل يعني انا وحظي، واكيد ان شاء الله يعني مش هيطلعوا زيه، خصوصا ان هما شكلهم صغير في السن يعني. فدخلت جوه الصيدليه وبتكلم مع البنت عادي جدا، بسالها على حاجه انا حسيت انها بتطردني، وطريقه الرد وحشه جدا، وطريقه الكلام اوحش، والاسلوب اوحش واوحش. ايه ده هو معقول كل اللي بيشتغلوا في المكان ده كده؟ فجت بنت تانية كانت قاعدة على الكرسي، فلقيتني حسيت ان الكلام بيشد شوية، فجت بتتكلم هي، قال يعني بتخفف من حدة الكلام اللي انا او انا والبنت التانية الدكتور التانية دي بنشد في بعض قدام بعض يعني. فلقيتها اسوأ من الاتنين التانيين. ايه ده انتوا بجد؟ يعني انتوا بجد انتوا كلكوا عصابة النكد؟ هي مش غايبة، انا مش بغضبهم، انا بتكلم. في كانوا زمان بيقولوا لنا من جاور السعيد يسعد، يعني لما تقعد في مكان في ناس بيبثوا طاقة إيجابية ويضحكوا ويهزروا ويتكلموا، طريقة كلامهم بشوشة وفيها فيها تبشير، يعني بيبشروا بالكلام، انت اكيد هتاخد منهم، اكيد طريقتك هتتأثر بيهم، اكيد نفسيتك هتتأثر بيهم. لدرجة يا جماعة والله المكان اللي احنا قاعدين فيه الأساس بيتأثر، الجو، البيئة، كل حاجة بتتأثر بطريقتنا، كل حاجة بتتأثر بكلامنا، احنا بنأثر في كل حاجة حوالينا. فتتخيلوا ان فرد في مكان أثر على المكان كله، كلهم بياخدوا حاجة اسمها عدوى السلوك. السلوك ده عدوى، يعني مش مجرد ان احنا بنكتسب السلوك بس، احنا بنتعدي بيه، احنا بنأثر عشان كده وبنتأثر كمان. عشان كده لما تيجي تتجوزي او لما تيجي تتجوز، احنا لما بنحاول نشوف الطرف التاني ايه الصفة اللي فيه، ايه الصفة اللي في الطرف التاني ممكن تتنقلك. انت مش هتاخد واحد كامل، لكن على الاقل ابعدوا عن الناس اللي بتأذوكوا نفسيا، ابعدوا عن الناس النكد، ابعدوا عن الناس اللي كلامها دبش، ابعدوا عن الناس اللي بتنفركم من نفسكم ومن حياتكم واحيانا من الدين كمان. فمحدش يقول يا جماعه احنا ملناش علاقه هو نكد ولا فرحان، ما جايز عنده ظروف، ما جايز اكيد عنده ظروف، لكن في ناس هي دي طريقتها، هي دي حياتها، السيستم بتاع حياتها ماشي على اساس ان هم بيأثروا بيوزعوا طاقات سلبيه، يلا هنا شويه حبه طاقه سلبيه وهنا يلا نرمي 2 كيلو طاقه سلبيه ونحط هنا مش عارفه كم طاقه سلبيه. يا جماعه الموضوع ده خطير جدا، ان انت تحتك بناس او تتكلم مع ناس هم من جواهم مش مقتنعين بحاجه اسمها ابتسامه كده، او حاجه اسمها ان هم يبشروك، حاجه اسمها تفاؤل. دي مصيبة، مصيبة ان انت تتعامل مع الناس زي دول.
هتلاقي حياتك بتتأثر بالسلب مرة واثنين وتلاتة، هتلاقي نفسك انت خلاص بقيت الشخص ده، انت بقيت النسخة التانية منهم، ومش التانية بس، التالتة والرابعة والخامسة والعشرة، وكل ما هيقعدوا مع ناس هيأثروا فيهم. يبقى احنا لازم نعمل ليميت كده، لازم نحط حدود. هنشوف الناس دي هنتعامل معاها كويس بما يرضي الله، لكن مش هنحتك بيها الاحتكاك اللي خلينا ناخد منهم السلوك. السلوك ده طاقة، الطاقة السلبية دي مثلا مش مجرد فكرة حد اخترعها وخلاص، يعني عالم كان فاضي فاخترع حاجة اسمها الطاقة السلبية ومشي، لا، دي حاجة احنا بنقابلها كل يوم مع نفسنا، مع اخواتنا، مع اهالينا، في البيت. زي ما قلت لكم شوية، البيوت بتاخد مواصفات صحابها. البيوت، في بيت تدخل تحس ان هو ايه ده، انا قلبي انشرح كده لما دخلت. ليه؟ الواحد هو مبسوط بيبسط كل حاجة حواليه، الالوان بتبقى جميلة وفاتحة، السجاد بيبقى جميل فيه ورد، الستاير مش عارفة بتبقى فيها ايه، النور داخل الشقة، كل حاجة بتاخد من سمات صاحبها، كل حاجة بتتأثر بينا وبتأثر فينا. الله يكرمكم، اختاروا كويس قوي الناس اللي بتتعاملوا معاهم واللي بتتكلموا معاهم. ما تسمحوش لنفسكم ان انتوا تتحطوا في موضع كده انتوا مش حابينه مع حد. ما تتعاملوش مع ناس انتوا مش قادرين تستحملوهم، ما تتعاملوش مع ناس بتوزع عليكم طاقات سلبية. حاولوا تتعاملوا مع الناس اللي تديكوا امل. احنا مش ناقصين والله يا جماعة، احنا في مصر ده اكتر حاجة، يعني انا عايزة اقولها لكم، يعني انتوا ما تنسوش ان انتوا مصريين وفي مصر، فما فيش اكتر من كده طاقات سلبية.